أم بلال من القاهرة. معانا أول سؤال لازم نسأله. طيب أم بلال، بعد إذن حضرتك أستسمح حضرتك إن إحنا نوطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون بعد إذن حضرتك. ماشي يا شيخ عمرو. ايوه يا شيخ عمرو، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ نعمه وفاضل الحمد لله. كل عام وانت طيب. يا رب ان شاء الله، انا وانت وكل من تحبي. ان شاء الله يخليك. بص يا شيخ عمرو، انا ستة عندي 58 سنه. ايه ده لسه شاب يعني. اتفضلي. ان شاء الله يخليك يا شيخ عمرو. وانا من 7 سنين والحمد لله وانا بصلي وبصلي الفجر حاضر والخمس صلوات الحمد لله. طيب. فهنا انا طبعا حق الجار، انا بس بجيب الشيوخ على طول وبسمع حق الجار ان اولى من اي حد غريب بره، وهو اللي يلحقني قبل الغريب. طيب. معايا بنت، ان انا كنت زعلانه مع جاره والحمد لله، وبنتي الثانيه صالحتنا وبقينا اخوات ومفيش اي حاجه. حلو. بنتي دي ما بتحبهاش، تقول لي يا انا يا الشخصه دي اعمل ايه يا شيخ عمرو؟ ولا حاجة، أنا أكلم بنت حضرتك بقى. الله يبارك لك. بصي، الله، لأني أنا قلبي طيب ما بحبش الزعل. طيب، هو كل الحكاية بس إن الأولاد الشباب عندهم حاجة لطيفة. إيه الحاجة اللطيفة؟ إن هم شايفين إن الكبار سذج بإن هم لو حد كلمهم كلمتين حلوين بيصدقوه خلاص. بس على فكرة هم مش سذج، هم ناس طيبة. وعلى فكرة الطيب ده هو اللي بيعيش مرتاح في الحياة. الطيب ده هو اللي بيعيش وقلبه صافي. حضرة النبي يقول لا تحدثوني عن أصحابي فإني أريد أن ألقاهم سليم الصدر. على فكرة أنت بكرة، أنا بكلم بنتك، بكرة هتحب تبقي طيبة كده، وساعات هتيجي تقولي هو أنا عشت كده قاسية ليه؟ لو جه حد وحاول يحسن الكلام ويبدلنا اللي هو تغير وعايز يتعامل معانا بالحسنى وتصالحنا مفيش مانع. بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يا حاج، انت مش لازم تكرهي بنتك وتجبري بنتك ان هي لازم تحبها، وخاصة لو كانت هي عملت حاجة صعبة. فالمسامحة لا تقتضي ان يعود الانسان بالعلاقة الى ما كانت عليه، هو سامحه خلاص، ياخد ثواب المسامحة ان شاء الله، ويبقى كده خلص اخوه، خلص رقبة اخوه من عقاب الله سبحانه وتعالى. بس هو مش بالضرورة ان هو يرجع على ما كان عليه قبل ذلك. فانا شايف حاجتين. انا بقول لبنتك ان دي اسمها طيبة، والطيبة من أحسن الصفات، ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان سريع الفيء، كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يطولش. ولذلك إيه اللي حاصل؟ حضرة النبي أمرنا كمان إن الواحد لما يشوف أخوه ما يفضلش يعرض عنه، وعشان كده طيبي خاطرك شوية. والأمر الثاني، أنت يا حجة كمان ما تغصبيش عليها إن هي تعتبرها أحد أصدقائها أو أحد أحبابها، بس إيه الضابط؟ ما تتكلموش كلام وحش وأنتوا قاعدين مع بعض عليها. لما بنتك تيجي تتكلم كلام وحش ويبقى فيه جلسة غيبة ولا نميمة، وقفيها وانصحيها ان دوت والعياذ بالله من الكبائر. فسيبكم من ده، انا قلت لكم شوية قواعد ممكن ده ينظم علاقتكم بجارتكم.